على مدار يومين وتقدم كافة أشكال الدعم والخدمات المتنوعة المعهودة بها قوافل ستر وعافية. عندنا توزيع عدد 40 كرسي متحرك للفئات الأكثر احتياجاً من الأشخاص ذوي الإعاقة. بدأنا طبعاً بالنشاط الغارمين، وده بيتم فيه استقبال الغارمين اللي عليهم أحكام قضائية واجبة التنفيذ، وإحنا بنتدخل لفك هذا الكرب. بنشوف منهم اللي محتاج حاجة، طبعاً الأدوية مجانية والعلاج والكشف مجاني، اللي محتاج كمان أي تدخلات أي حاجة بنقدر نوجهه للمستشفيات المتخصصة. قطع ملابس، لعب لكرنفال الأطفال، اتواجدنا مبارح ومتواجدين النهاردة ومتواجدين لحد يوم السبت في القرية. الأنشطة المتنوعة شملت على سبيل المثال تقديم أكثر من 250 كرسي متحرك لذوي الهمم. كنت محتاج كرسي عشان أقدر مثلا أتحرك بيه أطلع بيه كده يعني. أنا أشكرهم إن هم فكروا فينا، فكروا في المعاقين ان هم ممكن يكون لهم كرسي يطلعوا يتحركوا بيه وكده يعني. ساعدتوا علينا ودورتوا علينا وربنا يجازيكم خير ان شاء الله. قدمنا الورق بتاعها بامانه الله ما فيش يومين بالظبط، وترد علينا بسرعه بكل التسهيلات، ما غلبهمش في اي حاجه بامانه الله. وهنا بيتم إقامة الكرنفالات للأطفال وتوزيع الشنط والمستلزمات المدرسية ليهم، ده غير أنشطة تمكين اقتصادي لمساعدة الشباب على إقامة مشروعات صغيرة يحصلوا من خلالها على مصدر رزق ليهم، والمساهمة بقدر كبير بفك كرب الغارمين والغارمات وتوعيتهم بطريقة تجنب الوقوع فيه. أنا كنت شغال على تريسيكل بس عند واحد، بس ابنه كبير قال لنا شغل ابني عليه وكده يعني، فانا قدمت المؤسسه ومشكورا ما تاخروش وفي وقت القياس يعني ما شاء الله يعني. كنت عامله كارت وراحوا شكوني، واحد كنت جايبه جهاز لبنتي راح شكاني برضه. لما قدمت بصراحه يعني واجبوا معايا وجابوني مقابله محترمه وناس كويسه بصراحه جدا يعني. التحالف كمان بيقدم عياداته المتنقله المختلفه في جميع التخصصات للكشف والمتابعه والعلاج بالمجان، وندوات توعويه بمخاطر سرطان الثدي وكيفيه تجنبه، وتوعية ذوي الإعاقة بأهمية كارت الخدمات المختلفة. جاي بكشف بطمن على نفسي والحمد لله برضه تعبانه شوية. بنحب الرئيس جاي والله بأمانة يعني، ولاقين كل حاجة قدام عينينا. ربنا يبارك لنا فيها، رب حافظنا عليه وحافظ على مصر يا رب. اللي أنا شايفه دي إنجازات، وأنا جاي على الجسر كل يوم ولف حاجة جميلة جدا. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود الذي بيواصل الليل بالنهار ده. وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية، التحالف مستمر في جميع ربوع مصر علشان يخفف أي عبء عن أهالينا من خلال مؤسسات التحالف المختلفة اللي بتشتغل ليل نهار، وهدفها الأساسي هو خدمة وإسعاد أهالينا الأولى بالرعاية.